أنيس، عاصمة ألمانيا من 5 حروف. ياه، ده أنا خدتها في امتحان الشفوي لما دخلت الوزارة. ها؟ طب ما عندكش أي حروف على سبيل المساعدة يعني؟ أولها بيه؟ بيه؟ برازيليا. برازيليا؟ برازيليا إزاي يعني؟ بقولك 5 حروف، هو أي عاصمة أوروبية وخلاص يا أنيس؟ فكر شوية يا أخي. طبعًا، أنا كنت عارفة إني هلاقيك هنا. كالعادة أنيس وبدر قاعدين ساعة قبل البريك بيشربوا نسكافيه وبيحلوا كلمات متقاطعة وسايبين الشغل كله عليا. اوهموني انكم موظفين محترمين، مثلوا عليا يا اخي. اسمعي بس يا سلمى، احنا محتاجينك في مشكلة عويصة قوي. قولها بدر. لا، خش انت أنيس. يا عم دي مشكلتك كلها انت يا بدر. وترتوني في ايه خير؟ بصي بقى، عاصمة ألمانيا من 5 حروف. وأولها بيه. يلا يا سلمى. هي دي المشكلة العويصة قوي؟ هات يا أفلاطون، حليت ايه؟ انت حليت حاجه واحده بس. والد اب. برافو. يا سلام، ده ايه الذكاء الخارق ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ صح. انت فين يا سلمى؟ دوختيني عليك يا بنتي. وقاعدين هنا بقى مقضيانا وسايبين الشغل. ايه، انتوا جايين عيد ميلاد ولا شغل يا جدعان؟ وفاء، ايه اللي جاي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي حضرتك. وفاء اختي. بدر زميلي. وانت انيس. يعني بدر وانيس اللي هما بيطلعوا في ال والله يا شباب وصدقني. بس انا ايه يا جدعان، ده نفسي اتقطع من السلالم. ما عندكوش هنا اسانسيرات؟ لا عندنا، فعندنا اسانسيرات. اول ما تخش في اسانسير كبير جدا. يا راجل، اللي في الوش ده اللي بابه فضي ده، انا افتكرته باب الوزير لانه قدامه اصهاري زرع وهيلمان واتنين بهوات قدامه. موقف محرج، معكوسه. محرج موقف. خير يا حبيبتي، خير يا وفاء. عايزة ايه؟ ابقي اللي عايزة. مش قلتيلي انزل وكالة البلح اجيب لك بنطلونات؟ بس استعدت لك بقى 2 بنطلون ستريتش عشان ما نحتاجش في المقاس. بس المشكلة بقى في الجلاليب، لان الواد كرم فاترينا هيشيل الفرشة بتاعته بعد 2 ساعة قبل ما البلدية تكبس عليه، فلازم تقيسيهم. ما ينفعش الكلام ده، خانة خالص، ده شغل. لا احنا ممكن نخرج عشان تقيسي الجلابية. بس لما تقيسيها ابقي نادينا عشان نقول لك راينا. ها؟ اقعد منك يا قيس. ايه وزافة؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده شغل؟ انت عارفة انت فين؟ انت مالك مزرزرة عليا كده ليه يا بنتي؟ دي الجلاليب دي والله ما هتلاقي زيها تاني مرة، ده قطن مصري مستورد. قوم يا اخويا والنبي شوف لنا الحمام فاضي ولا لا. حاضر. اقعد. والله انا رايي تقيسي في الاسانسير، الرؤية هناك اوضح والمرايات اكتر. ولا ايه رايك يا انيس؟ وبالذات المراية اللي في النص دي كبيرة قوي. ميرسي يا وفاء، ميرسي. ايه اللي مزرزر عليا كده ليه؟ وانت هتلاقي الجلاليب دي، دي الجلابيه دي ب5 جنيه. عارفه يعني ايه ب5 جنيه؟ كان عايز يبيعها لي ب15، قلت له لا ب5. ايه الكلام ده؟ ما ينفعش هنا يا وفاء، عندنا بيت نقيس فيه. احنا في مكان شغل، احنا في وزاره الخارجيه، ده مكان حساس افهمي. هو فعلا مكان حساس. بقول لحضرتك ايه، ما لاقيش عندك بوكسرات جد النمر؟ بوكسرات جد نمر؟ الواد محمود بورصلي عنده على الفرشة بتاعته، شفتهم النهارده وانا معديه. بس بقول لك ايه يا اخويا، دول بيبقوا بوليستر، البوليستر بيعمل تسلخات. جرب القطن. إيه انا مجربها. بتردي عليه ازاي؟ ده بيتريق عليكي. لا لا لا، مش بتريق، احنا فعلا محتاج بوكسرات. الراجل مش زعلان يا ستي، لا حياء في البوكسرات. يا وفاء، بوكسرات ايه وزفت ايه؟ روحي البيت، انت هنا بتهديني قدام صحابي في مكان عملي ارجوكي. في ايه يا سلمى؟ مالك بتزرزري عليا كده ليه؟ انت بتستعبطي يا وفاء، جايبه لي زباله من الشارع بتقولي عليها هدوم. ربنا يكون في عون ولادك يا شيخه. خلاص خلاص اسكتي. خد دول للبيت منى تلاقيها واقعه من الجوع. هشوف لك البوكسرات يا كابتن. مقاس 3 لو سمحت. لا اتهيالي ان سيادتك كده مقاس 2. ان ما رفضتك في البيت اصبري عليا. ده انا بقول ايه، ما تيجي نلحق بروسلي ولا نشوف فاترينا احسن؟ لا بلاش فاترينا، زمان البلديه كبست.